أنا علي محمد فضل محمد، أبو الطفل مراد علي محمد. عندي الطفل مراد فيه يعني تشوه خلقي مع الولادة، يعني فيه قصر في الرجل اليمنى. جاءنا الأسبوع الماضي الطفل مراد الذي كان يعاني من تشوهات خلقية كانت مرسومة على محياه، البؤس والألم نتيجة لعدم قدرته السير على مثل زملائه الأطفال. وبالتالي قمنا ما يتم العمل به، قمنا بأخذ القياسات الجبسية ثم تدريبه وتأهيله لعودته إلى الحياة الطبيعية. نشكر الملك سلمان وأطال الله في عمره إن شاء الله، وجبت ولدي هنا الحين، والدكاترة ما شاء الله ما قصروا معنا، والحين صار يمشي ورغم أنه له يعني تقريبا 3 أيام، والحمد لله في تحسن كبير. وشكرا للفريق الطبي اللي متواجد